أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للأذان في إذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى أصل في السنة؟ نعم نعم، ورد أنه أذن صلى الله عليه وسلم في إذن الحسن والحسين وأقام في، لأجل يكون أول ما يسمع الطفل، أي وأول ما يدخل سمع الطفل ذكر الله سبحانه وتعالى، ويطرد عنه الشيطان. هذه ظاهرة طيبة. نعم.